وصل رئيس الصين شي جين بينغ يوم الثلاثاء إلى العاصمة الزيمبابوية هراري لبدء زيارة تستغرق 5 أيام إلى زيمبابوي وجنوب أفريقيا. سيجتمع الرئيس الصيني شي جين بينغ مع نظيره الزيمبابوي روبرتو موغابي خلال زيارته إلى هراري، ومن المتوقع أن يرسم الزعيمان مسار دفع العلاقات الودية بين البلدين، وأن يشهدا توقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون التي تشمل مجالات مثل البنية التحتية والاستثمار والتمويل والثقافة وحماية الحياة البرية. وقال موغابي خلال مقابلة له مع مندوب وكالة أنباء شينخوا الصينية إنه يأمل في أن تساعد الصين زيمبابوي على تنفيذ بعض المشاريع الاقتصادية الرئيسية ومشاريع الرعاية الأساسية من أجل تسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. كما سيتوجه الرئيس شي مع وفد صيني كبير من زيمبابوي إلى جوهانسبرغ يوم الأربعاء المقبل قبيل انعقاد المنتدى السادس للتعاون بين الصين وأفريقيا. وتأتي زيارة الرئيس شي إلى زيمبابوي بمناسبة الذكرى 35 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وزيمبابوي. وهذه هي زيارة الرئيس شي الأولى إلى زيمبابوي، كما أنها أول زيارة يقوم بها رئيس صيني إلى هذا البلد منذ عام 1996. وافتتحت قمة وسائل الإعلام الصينية والأفريقية يوم الثلاثاء في كيب تاون بجنوب أفريقيا، وأرسل الرئيس الصيني شي جين بينغ رسالة تهنئة إلى القمة، أعرب فيها عن أطيب أمنياته إلى المشاركين في مختلف وسائل الإعلام في جميع أنحاء البلاد. وأشار شي في رسالة تهنئة إلى أن القمة تلعب دورا مهما لتعزيز وتوسيع التعاون الودي بين الصين والدول الأفريقية. وقال شي إنه يتوجب على الصين وأفريقيا أم تصبحان صديقين موثوقين وشريكين مخلصين إلى الأبد في طريق السلام والتنمية. إن تقدم الصين وأفريقيا يدا بيد يساهم في تشكيل علاقات دولية جديدة طراز محورها التعاون والفوز المشترك. وأكد شي على ضرورة أن تمثل وسائل الإعلام طريقا وجسرا للتبادلات بين الجانبين وشعوبهما، كما أمل في أن تستخدم وسائل الإعلام الصينية والأفريقية هذه الفرصة لتوسيع مجال التبادلات وتعميق محتوى التعاون وتقديم مساهمات جديدة في سبيل دفع تنمية الصداقة بين الجانبين. نشر رئيس الصين شي جين بينغ يوم الثلاثاء مقالا موقعا في صحيفة ستار بجنوب أفريقيا قبل قيامه بزيارة دولة للبلاد. أشار شي جين بينغ في مقاله إلى أن الصداقة بين الشعبين الصيني والجنوب أفريقي عميقة وصلبة على الرغم من وجود مسافة طويلة بين البلدين، وقد دخلت العلاقات الثنائية إلى أفضل فترة تاريخية، مؤكدا على أن العلاقات الصينية الجنوب أفريقية تتميز بالمغزى الاستراتيجي والأثار العالمية، وقد أصبحت نموذجا للتضامن والتعاون بين الصين وإفريقيا. ويجب على البلدين تعزيز التنسيق والتعاون في الآليات والشؤون الدولية الهامة. كما قال شي إنه سيشرف على قمة جوهانسبورغ لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي مع نظيره الجنوب أفريقي جاكوب زوما، ويصادف هذا العام الذكرى 15 لتأسيس المنتدى، ويشكل منتدى هذا العام معلما لتطوير العلاقات الصينية الإفريقية. ويثق شي بأن العلاقات الصينية الجنوب أفريقية والعلاقات الصينية الأفريقية ستصبح مشرقة بفضل الجهود المشتركة. وافق صندوق النقد الدولي على انضمام الرمبي إلى سلة العملات ذات حقوق سحب الخاصة يوم الاثنين، وستدخل سلة العملات الجديدة حيث تنفيذ اعتبارا من الفاتحة من شهر أكتوبر عام 2016. أصدر صندوق النقد الدولي أمس الاثنين بيانا قال فيه إن مجلسه التنفيذي قد انتهى من المداولات التي تجري كل 5 سنوات لسلة العملات ذات حقوق السحب الخاصة،
يعتقد المجلس التنفيذي أن الرمنبي يلبي جميع المعايير القائمة فحدده كعملة متداولة عالميا، ويعد بذلك خامس عملة تنضم إلى سلة العملات ذات حقوق السحب الخاصة مع الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والين الياباني والجنيه الاسترليني. ووفقا لقرار صندوق النقد الدولي، يسجل وزن الرمنبي بنسبة 10.92%، ويأتي في المرتبة الثالثة بين العملات الخمس بعد تعديل أوزان سلة العملات الجديدة. كما أشار البيان إلى أن سلة العملات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ رسميا ابتداء من شهر أكتوبر عام 2016 لضمان الوقت الكافي لتكيف أعضاء صندوق النقد الدولي ومستهلكي عملات حقوق السحب الخاصة مع التغيرات الجديدة. وقال صندوق النقد الدولي إن انضمام الرمنبي إلى سلة العملات ذات حقوق السحب الخاصة يساهم في تعددية سلة العملات وتمثيل العملات الرئيسية في العالم، ما يساعد على تحسين جاذبية سلة العملات ذات حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطي. قدمت شخصيات من الأوساط المالية الدولية ووسائل الإعلام العالمية ملاحظات قيمة حول انضمام العملة الصينية الرمنبي إلى سلة العملات ذات حقوق السحب الخاصة. الصين هي بالفعل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفي ظل ازدياد قوتها الاقتصادية أصبح مدى تدويل عملتها أقوى أيضا، ويعد الانضمام إلى سلة العملات ذات حقوق السحب الخاصة علامة بارزة بالنسبة إلى عملة الرمنبي، وذلك يشير إلى أنه قد حصل على نفس المكانة الهامة التي يتمتع بها الاقتصاد الصيني، ويمكننا أن نتطلع إلى قبولها بالمزيد من البنوك المركزية في البلدان الأخرى. قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تعليقاتها أن انضمام العملة الصينية الرمنبي إلى سلة العملات ذات حقوق السحب الخاصة يشير إلى تقدير النظام المالي العالمي لقوة الصين المالية والاقتصادية. كما أشارت مجلة فوربس الأمريكية إلى أن الرمنبي بصفته احتياطي العملة لصندوق النقد الدولي يظهر أن الصين أصبحت شريكا هاما ولا يوجد من منازع لها على صعيد الاقتصاد العالمي، وأن الرمنبي سيستخدم بنطاق أوسع في العالم، وذلك يعد تأكيدا لعملية الإصلاح الجارية في الصين. سيصوت البرلمان البريطاني على تقرير الغارات الجوية الممكنة ضد تنظيم داعش يوم الأربعاء. قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إنه يثق في الحصول على الموافقة من البرلمان على القيام بالهجمات إذا ما سمح حزب العمال المعارض لأعضائه بتصويت بحرية على القضية. ومن أجل الحصول على الموافقة يحتاج رئيس الوزراء إلى أغلبية في البرلمان لدعم خطته. ففي خطابه في وقت سابق إلى الجمهور، حث كاميرون بريطانيا على الاستجابة لدعوة الحلفاء للمشاركة في قصف مسلح تنظيم داعش في سوريا، لكن هذا يستدعى أيضا العمل باستراتيجية مؤقتة بدلا من التوصل إلى حل طويل الأمد للأزمة. قد مضت بضعة أيام على سقوط طائرة المقاتلة الروسية، لكن لا يزال النزاع بين تركيا وروسيا يبدو أنه يختمر. في هذا الصدد تهتم الدول المجاورة الرئيسية ذات سلة بالقضية السورية بهذا النزاع اهتماما بالغا، بما في ذلك سوريا وإيران والمملكة العربية السعودية. وقام فريق من العلماء هناك بتحليل أسباب وتأثيرات هذا الحادث. برأي الخبير السوري سيركيس كاسارجين، أن التحرك التركي قد كسر ثقة الأطراف المتعددة بحل الأزمة السورية، وقبل ذلك وبسبب حوادث الهجوم الإرهابية المتكررة في العديد من الدول، فقد قامت الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وغيرها من البلدان بتعزيز الحوار المتبادل ومحاولة إنشاء تحالف لمكافحة الإرهاب الدولي ضد الجماعات المتطرفة، ولكن هذا الحدث قد وضع عقبات جديدة. الإشارة التي تريد تركيا إرسالها هي أن إذا قاتلت روسيا التركمان فإنها ستواجه تركيا. الرسالة الثانية هي أنه إذا كانت روسيا تريد اللعب دور أكثر أهمية بشأن هذه القضية في سوريا فإنها تحتاج إلى التفاوض مع تركيا وليس مع دول أخرى مثل إيران. والرسالة الثالثة أن تركيا وخاصة أن الرئيس أردوغان لاعتبارات سياسية داخلية بالبلاد يأمل في الحصول على الدعم المحلي التركماني من مئات الآلاف بالبلاد.
يعيش معظم التركمان السوريين في المناطق الجبلية القريبة من الحدود التركية السورية، ويعتبرون أنفسهم من سلالة الأتراك العثمانيين، لذلك تتمتع تركيا بتأثير كبير في هذه المنطقة منذ وقت طويل، وبهذا الدعم تعد هذه المنطقة من أوائل من حمل السلاح ضد الحكومة السورية منذ بدء الضربات الجوية الروسية نهاية سبتمبر الماضي. تعد هذه المنطقة واحدة من الأهداف الهامة للغارات الجوية الروسية، لذلك جاء التحرك التركي وتحرك الرئيس التركي أردوغان لاسترضاء التركمان في داخل البلاد. وباعتبار إيران داعمة للحكومة السورية والعملية العسكرية الروسية وواحدة من المشاركين الهامين في حل الأزمة السورية، قال المحلل الإيراني حسين الكناني مقدم إن ما وراء هذا الحدث هو دعم منظمة حلف شمال الأطلسي الذي يسعى إلى توسيع تأثير تركيا وحلف شمال الأطلسي في هذه المنطقة. هذا هو جزء من خطة التدخل العسكري لحلف الناتو في سوريا ضد سياسات روسيا لمكافحة الإرهاب في داخل سوريا. بالنسبة إلى هذا الحدث، فقد دعا الرئيس الإيراني روحاني الجانبين إلى ممارسة ضبط النفس والحذر والصبر لمنع وقوع حوادث مماثلة مرة أخرى، وقال إن الخلافات تزيد عدم الثقة والصراعات بين الدول، الأمر الذي يساعد على ازدهار المنظمات الإرهابية فقط. وبالنسبة إلى الدول التي تكافح المنظمات المتطرفة، ينبغي على كل البلدان دعمها، كما دعا تركيا إلى أخذ حالة التوتر المتزايد في المنطقة على محمل الجد. أما المملكة العربية السعودية فإنها كمعارض قوي للرئيس السوري بشار الأسد تحافظ على درجة عالية من الاتساق مع الحكومة التركية حول العديد من القضايا، مع أن الحكومة السعودية لم تعلن موقفها بعد بشأن هذا الحدث، لكن يرى معظم المحللين المحليين هذا العمل من قبيل الدفاع عن النفس للحفاظ على سيادة تركيا. وقال المحلل السعودي أخيل إنه ينظر إلى معاملات روسيا وتركيا تجاه هذا الحدث، فيبدو أن ما وصفته تركيا أقرب بوضوح إلى الحقيقة. أما السبب الكامن وراء ذلك فهو رد تركيا على الضربات الجوية الروسية على التركمان في داخل سوريا. أن الجانبين الروسي والتركي حريصان على عدم الاشتباك العسكري وعدم الانزلاق إلى المواجهة العسكرية، بالخصوص أن أنقرة عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو، والتحضيرات والاستنفار العسكري الحالي هو لاستعراض القوة. إلى هنا دنا الأخبار، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.